ننتقل للحديث عن ولاية الكوفة. لما استشهد عثمان بن عفان رضي الله عنه كان واليه على الكوفة أبو موسى الأشعري، وبعد مبايعة علي بالخلافة أقر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أبا موسى الأشعري على ولايته، فقام أبو موسى الأشعري بأخذ البيعة له من أهلها، وكتب له بموقف أهل الكوفة من بيعته، من حيث تقبل الكثيرون البيعة. وعندما خرج أمير المؤمنين من المدينة للعراق كان يسأل عن أبي موسى خصوصا في أثناء الطريق، فلقيه رجل من أهل الكوفة فسأله عن أبي موسى فقال: إن أردت الصلح فأبو موسى صاحب ذلك، وإن أردت القتال فأبو موسى ليس بصاحب ذلك. يعني إذا أنت خرجت للعراق من أجل القتال لن يقف معك أبو موسى. فقال علي: والله ما أريد إلا الإصلاح حتى يرد علينا. فقال الرجل: قد أخبرتك الخبر. وقد تبين فيما بعد ميل أبي موسى الأشعري إلى الصلح والمسالمة وعدم القتال بين المسلمين، فقد بعث علي محمد بن أبي بكر وعمار بن ياسر والحسن بن علي وغيرهم في وفود مختلفة لاستنفار أهل الكوفة قبل موقعة الجمل. فسأل أهل الكوفة أبا موسى الأشعري عن الموقف واستشاروه في الخروج، فقال: أما سبيل الآخرة فأن تقيموا، يعني ما تخرجوا مع علي، وأما سبيل الدنيا فأن تخرجوا مع علي وأنتم أعلم. فكان يثبت الناس عن الخروج مع علي قبيل الجمل. وقد اقتنع العديد من أهل الكوفة بعد ذلك بالخروج مع الحسن رضي الله عنه بعد حوارات متعددة وطويلة بين الحسن وبينهم، وقيل إنه خرج معهم قرابة 9000 رجل من الكوفة. ثم بعد ذلك علي قدم على الكوفة بعد موقعة الجمل، وأصبحت الكوفة قاعدة الخلافة، وبالتالي كان علي هو المسؤول مباشرة عن أحوال الكوفة وما يتبعها من الولايات، وأصبح للكوفة مكانة خاصة في عصر علي بن أبي طالب باعتباره عاصمة الخلافة، ومنها يدير مختلف أنحاء الدولة، وإليها تقدم الوفود ومنها تخرج الأجناد، كما كان ذلك سببا في جذب السكان إليها. ولا شك أن هذا كان له دور كبير في تنشيط الحركة التجارية والعمرانية في الكوفة طيلة خلافة علي بن أبي طالب. وكان علي رضي الله عنه كثير الاهتمام بالكوفة ويتفقد أهلها بنفسه، كما حرص علي على تعيين من ينوب عنه في ولايتها في حال غيابه. فحينما أراد الخروج إلى صفين ولى على الكوفة أبا مسعود البدري، وحينما أراد التوجه إلى قتال الخوارج في النهروان ولى عليها هاني بن هوذاء النخعي. ولاية فارس، تذكر المصادر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولى على فارس سهل بن حنيف الأنصاري رضي الله عنه، واستمر واليا على فارس فترة من الوقت، ثم أن أهل فارس عصوا وخرجوا وأخرجوا سهيل سنة 37 للهجرة، فاتصل علي بابن عباس وتباحث معه في شأن فارس، وكان ابن عباس على والي على البصرة، فاتفق معه بعد استشارة مجموعة من الناس أن يبعث مساعده زياد بن أبيه إلى فارس. يقول الطبري: لما قدم زياد بن أبيه إلى فارس بعث إلى رؤسائها، فوعد من نصره ومناه، وخوف قوما وتوعدهم، وضرب بعضهم ببعض، ودل بعضهم على عورة بعض، وهربت طائفة وأقامت طائفة، فقتل بعضهم بعضا، وصفت له فارس فلم يلق فيها حميا ولا حربا، وكان ذكيا جدا، وفعل مثل ذلك في منطقة كرمان، ثم رجع إلى فارس فسار في كورها ومناهم، فسكن الناس إلى ذلك فاستقامت له البلاد. وقام زياد بن أبيه بتنظيم أمور فارس وبنى فيها بعض الحصون، وقام بترتيب شؤون الخراج، كما ضبط العديد من البلدان التابعة لولايته حتى أمنت البلاد واستقامت. واستمر زياد واليا على فارس بقية خلافة علي بن أبي طالب، وكان من أشهر ولاة علي على فارس نظرا لسياسته وتمكنه من ضبطها. ولاية خراسان تعتبر ولاية واسعة، ارتبطت بطريقة مباشرة بالبصرة في خلافة علي. أول والي عليها عبد الرحمن بن أبزي، ثم ولى بعد ذلك علي جعدة بن هبيرة،
بعد عودته من صفين، وكان أهل خراسان قد ارتدوا، فحاول تأديب بهم وتنظيم البلاد مرة أخرى، إلا أنه لم ينجح، فبعث علي أحد قواده إلى خراسان حتى تمكن من مصالحة أهلها وضبط أمورها مرة أخرى. من الولايات أيضا ولاية سجستان، وأيضا كانت مرتبطة بالبصرة، وأرسل إليها علي عدد من الولاة منهم عبد الرحمن بن جزء بعد موقعة الجمل، فقام ثوار من صعاليك العرب بقتله وعاثوا فسادا في الأرض، فكتب علي إلى ابن عباس، فوجه ابن عباس أمير إلى سجستان وهو ربعي بن كأس العنبري، فاستطاع القضاء على ثورة الصعاليك وقتل زعيمهم وضبط البلاد. من المناطق أيضا أو الولايات ولاية همذان، وهمذان ثغر من ثغور الإسلام. لما توفي عثمان بن عفان كان واليها جرير بن عبد الله البجلي، وبعد مبايعة علي بالخلافة ووصوله إلى العراق بعث إلى جرير بن عبد الله في همذان يأمره بأخذ البيعة له بالخلافة، فأخذ له البيعة. وعندما عاد جرير بن عبد الله البجلي إلى علي بن أبي طالب كان بينهما حوار، وكان في المجلس الأشتر النخعي، فأساء في الكلام على الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي، مما جعل جرير يترك العراق ويلجأ إلى معاوية وينضم إلى صفوف معاوية. من الولايات أيضا ولاية أذربيجان، وكان واليها الأشعث بن قيس لما توفي عثمان بن عفان. فلما بويع علي بالخلافة كتب إلى الأشعث أن يبايع له أن يأخذ له البيعة على من قبله. بعد ذلك استخدم علي الأشعث فلحق به في الكوفة وشهد معه المشاهد، حيث اشترك معه في صفين وفي النهروان، ثم ولى علي على أذربيجان سعيد بن سارية الخزاعي، ثم ضم إلى أذربيجان ولاية أرمينيا. ننتقل إلى أهم ولايتين في زمن علي بن أبي طالب، وهما ولاية مصر وولاية الشام. يعني إخواني الكرام، نحن نستعرض هذه الولايات الشاسعة، والإنسان يتخيل أراضي تمتد مساحتها قرابة 8 إلى 10 ملايين كيلومتر مربع، يعني تعادل قارة أمريكا، تعادل الولايات المتحدة الأمريكية حاليا، أو تعادل أوروبا تقريبا، كلها تحت إمارة أمير المؤمنين وعلي بن أبي طالب. إلا أن هناك بعض الولايات كما رأينا كانت تخرج عن الطاعة و تتمرد على أمير المؤمنين. من هذه الولايات ولاية مصر، لما استشهد عثمان رضي الله عنه وعلى مصر محمد بن أبي حذيفة، طبعا محمد بن أبي حذيفة هو ربيب عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان قد طلب من عثمان أن يوليه فرفض عثمان ذلك، كان مع الثائرين في مصر، وبعد خروج عبد الله بن سعد بن أبي السرح من مصر استولى محمد بن أبي حذيفة على مصر وتولاها اغتصابا، يعني غصب الولاية دون أي حق، ولم يقره عثمان عليها. وبعد وفاة عثمان أقره علي على مصر فترة من الوقت لم تطل، حيث وجه معاوية جيش إلى نواحي مصر فظفر بمحمد بن أبي حذيفة فقبض عليه ثم سجن وقتل. وقد ويقول بعض الرواة أن علي لم يعين محمد بن أبي حذيفة على مصر، وإنما تركه على حاله حتى إذا قتل عين علي على مصر قيس بن سعد الأنصاري، قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه، ولاه واليا على مصر.
وقال علي لقيس بن سعد: سر إلى مصر وليتكها، واخرج إلى رحلك واجمع عليك ثقاتك ومن أحببت أن يصحبك حتى تأتيها ومعك جند، فإن ذلك أرعب لعدوك وأعز لوليك، فإذا أنت قدمتها إن شاء الله فأحسن إلى المحسن واشتد على المريب وارفق بالعامة والخاصة، فإن الرفق يمن. هذه رسالته التي حملها لقيس. كان قيس رضي الله عنه ذكيا جدا، وكان حسن التصرف في العديد من المواقف، فإنه حين توجه إلى مصر كانت مصر منقسمة إلى فرق. فرقة منها غضبوا لمقتل عثمان ونقموا على قاتليه، وفرقة أخرى ممن اشتركوا في الثورة على عثمان وقتله. فلما وصل لقيته خيل من مصر قبل دخوله إليها، فقالوا: من أنت؟ فقال: أنا فألة عثمان، فأنا أطلب من أوى إليه فأنتصر به لله. يعني أعطاهم جواب غامض. فقالوا: من أنت؟ قال: قيس بن سعد. قالوا: امضي. فمضى حتى دخل مصر. وهذا الموقف لقيس هو الذي مكنه من دخول مصر، ثم أعلن بعد ذلك أنه أمير. وربما لو أنه أعلن لهؤلاء الأجناد أنه أمير لمنعوه من دخول مصر أصلا. وحينما وصل قيس إلى الفسطاط عاصمة مصر، في ذلك الوقت صعد المنبر وخطب في أهل مصر، وقرأ عليه كتابا من علي بن أبي طالب، وطلب منهم البيعة لعلي. بعد ذلك انقسم أهل مصر إلى فرقتين، ففريق دخل في بيعة علي وبايعوا قيسا، وفريق توقف واعتزل. وكان قيس بن سعد حكيم مع الذين بايعوا والذين امتنعوا على السواء، حيث لم يجبرهم على البيعة وكف عنهم وتركهم على حالهم. ولم يكتفي بذلك رضي الله عنه، بل أنه كان يبعث إليهم أعطياتهم في مكان اعتزالهم، كما أنه جاء إليه وفد منهم فأكرمهم وأحسن إليهم. هذه المعاملة الرائعة الطيبة من قيس بن سعد ساعدت على تجنب الصدام بين أهل مصر، وبالتالي ساعدته على تهدئة الأوضاع بمصر، حتى استطاع أن ينظم الأمور في مصر ويوزع الأمراء وينظم أمور الخراج ويعين عليها رجالات الشرطة، ورتب الولاية ترتيب ممتاز جدا لم يسبق إليه. وأصبح عندئذ قيس بن سعد يشكل ثقل سياسي وخطر عسكري على معاوية بن أبي سفيان في الشام، نظرا لقرب مصر من الشام، ولقدرة قيس وحزمه كان له الفضل في استقرار حكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في مصر. معاوية بن أبي سفيان لم يغب عنه ذلك، لذلك قام بمراسلات مع قيس بن سعد يمنيه ورغبة بأن يضم مصر إلى الشام، وأحيانا أرسل له رسائل فيها تهديد، ويعني رسائل فيها إغراء ورسائل فيها تهديد. وكان قيس ذكيا جدا، وكانت إجاباته على تلك الرسائل إجابات ذكية، بحيث لم يستطع معاوية أن يفهم موقف قيس وما ينوي عمله، ويعني ما أخذ منه حق ولا باطل، وقد تعددت بينهما الرسائل. مع الأسف تدخل بعض الناس للإفساد بين علي وقيس بن سعد لكي يعزله، وفي نهاية المطاف طلب بعض مستشاري علي منه أن يعزل قيسا، وضغطوا عليه وكبروا له الإشاعات التي قيلت في قيس، فكتب علي إلى قيس: إني قد احتجت إلى قربك فاستخلف على عملك واقدم. يعني تعال أنا اشتقت لك، تعال عندي، بمعنى أنه عزله عن الولاية. وكان هذا الكتاب بمثابة كتاب عزل لقيس عن ولاية مصر، فقد عين مكانه الأشتر النخعي. الأشتر النخعي ذكرنا سابقا، وحمله كتابا معه في طريقه إلى مصر، وصل إلى منطقة ربما العريش، فأكل أكلا أو شرب شرابا مسموما أو شرب عسلا فيه سم، فمات قبل أن يدخل مصر.
والبعض بعض المؤرخين يبعث يعتبر يعتبر أو يشير بأصبع الاتهام إلى معاوية، ولكن هذه التهمة لا تثبت بسند صحيح. لذلك قلنا مات الأشتر قبل أن يباشر عمله في مصر. بعد ذلك عين علي محمد بن أبي بكر واليا له على مصر. وتشير الروايات إلى أن محمد بن أبي بكر وصل إلى مصر قبل خروج قيس بن سعد إليها منها، ودارت هناك حوارات بين محمد بن أبي بكر وبين قيس بن سعد، وحمله قيس بن سعد مجموعة من النصائح يقول له فيها: يا أبا القاسم، إنك قد جئت من عند أمير المؤمنين، وليس عزله إياي بمانعي أن أنصح لك وله، وأنا من أمركم هذا على بصيرة، يعني أنا أعرف كل شيء في أمور مصر. دع هؤلاء القوم ومن ضم إليهم، يقصد الذين لم يبايعوا عليا، على ما هم عليه، فإن أتوك فاقبلهم، وإن تخلفوا عنك فلا تطلبهم، وأنزل الناس على قدر منازلهم، وإن استطعت أن تعود المرضى وتشهد الجنائز فافعل، فإن هذا لا ينقصك. هذه كانت وصية قيس لمحمد بن أبي بكر. وقد حمل محمد معه عهد من علي بن أبي طالب فقرأه على أهل مصر وخطبهم. وقد كتب أمير المؤمنين علي لمحمد بن أبي بكر كتابا جاءه عندما ولاه على مصر، يقول في هذا الكتاب: واعلم يا محمد أنك وإن كنت محتاجا إلى نصيبك من الدنيا، إلا أنك إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن عرضك لك أمران أحدهما للآخرة والآخر للدنيا، فابدأ بأمر الآخرة، ولتعظم رغبتك في الخير، ولتحسن فيه نيتك، فإن الله عز وجل يعطي العبد على قدر نيته، وإذا أحب الخير وأهله ولم يعمله كان كمن عمله، إلى آخر هذه الرسالة. لما ولي محمد بن أبي بكر الولاية أخذ يمارس ولايته، ومضى الشهر الأول من ولايته بسلام، إلا أن الأمور بدأت تتغير بعد ذلك، فلم يعمل للأسف محمد بنصيحة قيس بن سعد، وبدأ يتحرش بأولئك الأقوام الذين لم يبايعوا علي، فكتب إليهم يدعوهم إلى المبايعة فلم يجيبوه، فبعث رجالا إلى بعض دورهم فهدموها ونهب أموالهم وسجن بعض ذراريهم، فعملوا على محاربته. ثم إن معاوية أرسل جيشا بقيادة عمرو بن العاص فغزا به مصر وتحالف مع هؤلاء ضد محمد بن أبي بكر، واستطاع جيش عمرو بن العاص أن يهزم محمد بن أبي بكر وأن يقتله، وبذلك انضمت مصر إلى معاوية وخرجت من ولاية أو من حكم علي بن أبي طالب.